يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور منير ويليام. أهلا بحضرتك يا دكتور منير. أهلا. أولا بداية أحب أسأل حضرتك، صحيح أن دايما بيقولوا لو خدنا الجنين وهو لسه في بطن أمه زي ما بنقول، دايما بيقال أن الست الحامل لما تحس أن في شبه حرقان شوية عندها في صدرها فيقولوا ده شعر الجنين، هل هي دي البداية؟ هو الحقيقة يعني ده قول شائع، لكن الأساس العلمي فيه ما بيركحش بالأساس دي. هو معروف أن الشعر بيبدأ في التكون مع الجنين تماما، مع مجرد نمو أو مجرد تكوين الجنين في داخل رحم أمه. مجرد ما بتتكون الخلية اللي بتبدأ في مراحل الانقسام بيبدأ الشعر في التكوين وفي الانقسام. يمكن الشعر في مرحلة في الجنين بيكون شعر غير مكتمل النمو، بنسميه احنا الفيلس هير، اللي معناه ان الشعر معروف ان الشعرة بتتكون من ثلاث اجزاء، طبقة القشرة ثم طبقة داخلية ثم طبقة في العمق. هذه الطبقات الثلاثة اذا اتكلمنا عنها بتكون، اذا اخذنا مقطع بنلاقي طبقة النخاع اللي هي في العمق في الطفل في حديث الولادة او في داخل رحم امه، بتكون النخاع غير موجود في تكوين الشعرة، وبالتالي الشعرة بتتكون من نقطتين، طبقة القشرة والطبقة التي تحيط بها، اما النخاع فغير متكون، وده اللي بنسميه الفيلس هير. وبالتالي فبنقول ان تكوين الجنين في بدايه مراحله بيكون الشعر من نوع اللي هو الشعر الثانوي، اللي مجرد ما بيتولد الطفل بيبدا الشعر ياخد مراحل النمو العاديه علشان يتكون له نخاع، والنخاع مفيد جدا لتكوين الشعر من حيث تغذيته وهكذا، ويبدا مراحل النمو. انما كون الشعر بيبدا من داخل هذه المنطقه فمن الناحيه الطبيه ملهاش أساس من الصحة. دكتور منير، كتير قوي من الأمهات بيقلقوا لأن الطفل بيولد وبيقعد فترة كبيرة قوي ما فيش شعر، تقريبا لغاية إمتى تبتدي الأم تعرض طفلها على طبيب أمراض جلدية؟ هو سيادتك الحقيقة أنا عايز أقول على حاجة، هو نبص على دورة حياة الشعر ونشوف دورة حياة الشعر ونقدر نقول نعرض إمتى. معروف إن الشعر ده كائن حي بينمو زي الجنين بالظبط، ليه دورة حياة في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة البناء، الشعرة بتتكون بمعدل 2/10 ملي في الأسبوع بالذات بالنسبة لفروة الرأس. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة السقوط، إن الشعرة خلاص اتكونت وكبرت بتسقط عشان بدلها بتطلع شعرة تانية. المرحلة الثالثة هي المرحلة الانتقالية اللي فيها الشعرة بتمهد ما بين مرحلة البناء وما بين مرحلة السقوط. الحقيقة دورة حياة الشعر بتبدأ من ثلاث شهور، وبعدين لو بصينا في شعر تاني مثلا زي شعر الرمش بتاع الجفن بياخد حوالي 16 شهر، اذا بصينا دورة حياة الحواجب بياخد حوالي 8 شهور وهكذا. فاحنا بنقول بالنسبة لفروة الرأس نبدأ من بعد 3 شهور اللي هو معدل النمو العادي للشعر، نفكر ليه الشعر ما ابتداش يعني، هنا نقدر نقول. لكن قبل الثلاث شهور الاولى ممنوع التفكير في مجرد نوع الشعر او نوعية الشعر او شكل الشعر، لان ده شعر زي ما انا قلت الشعر الفيلس الذي لا يوجد به نخاع وبالتالي لا يتغذى وبالتالي سيسقط. انما بعد ثلاث شهور بالنسبه لفروه الراس نبتدي نفكر في الشعر. هل في انواع لسقوط الشعر؟ هو الحقيقه سيادتك برضو اثرت نقطه مهمه قوي. في سقوط الشعر اللي احنا بنقوله في نوع مؤقت وفي نوع سقوط الشعر الدائم. واذا كنا بنتكلم على سقوط الشعر المؤقت فاحنا لسه بنتكلم بنقول ان كل الشعر الموجود في الطفل اللي في مرحله النمو في الراس وفي كل الجسم بيسقط ويبدا تكوين شعر ثابت. دي ناحيه. فسقوط الشعر المؤقت معناها ان الشعر بيسقط ويعاد تكوينه. اما سقوط الشعر الدائم فدي حالات مرضيه بنلاقيها لما الطفل بقى يكبر ويبتدي يبقى راجل، يبتدي يحصل انواع معينه من الصلع او سقوط الشعر التلقائي، او ان هذا الطفل اصيب ببعض الامراض اللي بينتج عنها انواع معينه من التليفات اللي مش ممكن اللي الشعر فيها ينمو. مثلا على سبيل المثال طفل اصيب بحرق في فروه الراس لا يمكن الشعر هيطلع، طفل اتعرض للإشعاع، أو طفل أصيب بمرض بكتيري زي مثلا مرض الظهر الوراثي لو كان جاي من أمه، أو طفل أصيب بمرض فطري زي مرض القراع لما يصيب فروة الرأس، أو طفل أصيب بمرض مثلا فيروسي زي الهربس العصبي لو أصاب فروة الرأس، أو هذا الطفل أصيب بفطر معين أو بمرض معين زي مرض الليشمانيا. دي كلها أمراض مهما أعالج الطفل مش ممكن الشعر هيطلع. ليه؟ لأن خلاص حصل تليف وضمور للجذور الموجودة مكونة لحصيلات الشعر، وبالتالي تكونت ندبات، هذه الندبات مش ممكن هتسمح بتكوين شعر جديد. يبقى إذا سقوط الشعر احنا بنقول سقوط شعر مؤقت وسقوط شعر دائم.
صوت شعر مؤقت ده بالعلاج بيرجع يتكون من جديد، وده شيء طبيعي في دوره نمو الشعر بالنسبه للطفل، انما سقوط الشعر الدائم ده خلاص حصل مرض ولا بد من المعامله معه. هل هناك انواع لسقوط الشعر بسبب تغير الهرمونات؟ كتيره جدا. هو ابسط حاجه خالص خالص خالص، احنا بنلاقي الطفل بيكون هو صغير شكله حلو لو كان ذكر وتمام وشكله شعره كان طويل وبيضفر والكلام ده، ابص الاقي عليه مجرد ما بقى سنه 18 سنه 19 سنه ولو الوالد عنده صلع يبتدي شعره يحصل له تغير جامد جدا ويبتدي دخول من جانبي فروه الراس ويمكن يبتدي يصاب بصلع مبكر. اذا ده تغير ناتج من تكوين هرمونات. الحاجه الثانيه، الطفله الانثى البنت الصغيره مجرد ما تبتدي مرحلة البلوغ وتتكون الهرمونات الأنوثة تشتغل، أبص ألاقي الشعر يبتدي ياخد علامات نعومة، لأن في هرمونات معينة في الجسم ابتدت تتأثر، ابتدى الشعر ياخد لون معين، نعومة معينة، ويبتدي تبتدي في مراحل معينة. إذن الشعر يتأثر مباشرة بلا أي مبالغة بالتغير في هرمونات الجسم. يعني أي أم دلوقتي عندها طفلة شعرها خشن ما تقلقش، مجرد أكيد ما تبلغ شعرها هينعم. أكيد طبعا، لأن هرمونات الاستروجين والبروجسترون الموجودة في داخل الاسم مع مرحلة البلوغ بتبتدي تشتغل بتعمل تغير كامل في شعر الجسم. دكتور منير ويليام، الثعلبة، احنا دايما بنقول إن الثعلبة بتيجي للكبار وساعات يقولوا عشان الحالة النفسية وأسباب كتيرة جدا، لكن الطفل هل ممكن الثعلبة احنا مش دايما نقول الثعلبه تصيب الكبار، الثعلبه تصيب اي مرحله سنيه. وبنشوفها اكتر في الصغار في مراحل معينه. صحيح ان ليها علاقه بالناحيه النفسيه، لكن الثعلبه ما هي الا سقوط مفاجئ في فروه الراس او الذقن اذا كان الشخص بالغ، او ممكن في الرموش او ممكن في الجفون. هذا السقوط المفاجئ، الست في يوم وليله تلاقي ابنها او بنتها فجاه حصل هذا السقوط المفاجئ. الحقيقه نوع معين من الثعلبه اللي بنتكلم سيادتك عليها ده اسمها الثعلبه المحدده، لكن ممكن ابص الاقي في حاجه اسمها الثعلبه الشامله، بمعنى فجاه الطفل كل الشعر اللي في فروه راسه بالكامل سقط، كل شعر الراس بالكامل، دي اسمها ثعلبه شامله. لكن في نوع ثاني من الثعلبه اللي هو الثعلبه الكليه، ما فيش شعرايه في الجسم تظهر، لا تحت الابط ولا في الحواجب ولا في الرموش ولا في الجفون. اذا الثعلبه ثلاث انواع، في المحددة وفي الشاملة وفي الكلية، ودي بتحصل في أي مرحلة سنية وبنشوفها كتير قوي في الأطفال. يعني فيش عمر معين بتحصل فيه أي نوع من أنواع الثعلبة، وكلامنا مش محدد على الثعلبة المحددة الصغيرة اللي هي تشبه العملة المعدنية، لا ده على كافة أنواع الثعلبة سواء كانت محددة أو شاملة أو كلية. أسباب وجودها معروفة، تتعلق بحالة نفسية، تتعلق بنقص المناعة، تتعلق بنقص خلايا تي ليمفوسايتس، تتعلق ببؤر صدرية موجودة في داخل مثلا الحلقة أو البلعوم، أو ممكن تتعلق بالعين، العين ممكن تسبب ثعلبة لو كان الطفل ده عنده تعب في النظر وما عندوش نظارة وحاجات زي كده، ممكن أي عيب او اي تشوه او اي قصر او طول في النظر بالنسبه للطفل ممكن يؤدي لتكوين ثعلبه. يعني اذا الجسم كله على بعضه يشارك في تكوين هذه الثعلبه. الام تتصرف ازاي لمجرد انها تحس؟ هي طبعا ممكن ما تعرفش ان دي ثعلبه، لكن ممكن تلاقي فراغ البدايه ازاي؟ فراغ، مجرد ما تلاقي فراغ الطفل هي وبتحميه وبصت لقيت في مكان فاضي. تسأل دكتور. تبدأ بدكتور الأمراض الجلدية. ما تبتديش هي بقى تمارس هواياتها؟ لا، في أي، لأن بنشوف حاجات سيئة جدا، بنشوف ست جايبة توم وداعكة الدماغ، بنشوف ست جايبة موس مشرط وقطع في الدماغ، بنشوف واحدة جايبة بصلة وحرقها وحطها في الدماغ، بيكون النتيجة ظهور تليف، والتليف معناها إن جذور الشعر انتهت، معناها إن الندبات اتكونت، معناها الشعر مش هيطلع. بدل ما الحالة كان ممكن علاجها بقت بالتصرف الخاطئ للأم يصعب علاجها الا بطرق جراحيه. يبقى اذا لابد ابدا باستشاره من الاول. وبطرق علاجيه طبيه علميه. سهله جدا بتجيب نتيجه، لكن اي تغيير او اي طرق من الوصفات اللي مش مظبوطه بتكون نتيجتها ان الطريق السهل بيبقى طريق صعب. طب بالمناسبه الكلام اللي احنا بنقوله يا دكتور منير، ساعات كتير برضو امهات لما بتكون الطفل او الطفله شعرها خفيف في اول ولادتها، في بعض الـ نقول ايه يعني الـ هي بتبتدي تساهم من خلال حكايات بتسمعها او من خلال حاجات بتقراها لزياده نمو شعر الطفل عندها. فبرضو ممنوع الاقتراب من شعر الطفل لغايه سن كام، سواء كان عن طريق الزيوت او الكريمات او اي تعامل هي ممكن تتعامل بيه؟ شوف زيادتك، ممنوع الاقتراب نهائي. في حقيقه معروفه ان غذاء الشعر من الداخل وليس من الخارج. لا الزيوت بتنفع ولا الكريمات بتنفع ولا الصبغات بتنفع ولا الكلام ده كله بينفع. غذاء الشعر، الشعر ده جزء مزروع في داخل الجسم، يبقى غذاؤه من داخل الجسم.
الام تهتم بتغذيه طفلها، تهتم بتغذيه الفيتامين ألف الموجود في الخضروات لهذا الطفل الطازجه، تهتم بفيتامين ج الموجود في الفواكه الطازجه لهذا الطفل. طبعا معروف فيتامين ج ده بيغذي الشعيرات الدمويه اللي بتغذي الشعر، معروف فيتامين ألف بيتكون اساسا الشعر، تهتم بفيتامين ب برضه الموجود في داخل طعام الطفل المسؤول عن تكوين هذه الشعره. يبقى بالتالي الام الوظيفه المطلوبه منها ولا حل فيها سوى التغذيه السليمه. التغذيه السليمه لكن ممكن تكون من خلال ايه؟ من خلال الغذاء، خضروات طازجه، فواكه طازجه بس وبس. لكن ثقي ان ما فيش اي نوع لا من الزيوت ولا من الكريمات هياثر على الشعر. انما هي ازاي تهتم بالشعر طيب يا دكتور منير؟ احنا بنديها طرق صحيه لتهميه بالنسبه للشعر. بنقول لها مثلا ان الشعر ما يتسحبش للخلف، ما تحاوليش دايما انك انت تسرحي التسريحه التقليديه بتاعت بنتك هي ورايحه المدرسه وتشد الصحر للشعر، او تستخدمي الاستيك وتشد الشعر للخلف، او ان البنت لما كبرت وخلاص بقت ابتدت تكبر ابتدينا نعمل لها رلوف شعر، ده كلام مش مظبوط. كل ده خاطئ. الحاجه اللي بعد كده هو طبيعه شعر بنتك او ابنك. اذا كان الشعر ده دهني انا بنصحك انك تغسليه مرتين في الاسبوع. يمكن انصح ببعض المواد اللي فيها خل او اللي فيها ليمون علشان تزيل الماده الدهنيه. لكن اذا كان شعر ابنك او بنتك جاف فانا بنصح ما تغسلوش غير مره كل اسبوع او كل 10 ايام. وفي الحاله دي صيف او شتاء، وفي الحاله دي انا بقول لها خدي الزيوت. ليه؟ لان لما يكون الشعر جاف واغسله كل يوم الجفاف بيزيد، الشعر بيسقط اكتر وبيتقصف اكتر، وتقصف الشعر دي علامه غير صحيه بالنسبه للشعر. اذا احنا بندي للام نصائح، بنقول لها اهتم بغذاء طفلك، وبعدين اعرفي نوعيه شعر طفلك وابتدي اتعاملي معاه بالطريقه، ما تكونيش انت السبب في حدوث الضرر لهذا الطفل. بالفعل صحيح ان قص الشعر مبكر عند الاطفال ده بيزود طوله وبينميه وبيتقله زي ما بنسمع؟ معلومه خاطئه. على الاطلاق حدش في الطب قال لنا ان احنا نقص شعر يطول، ده ولا كلام يتقل. بتاع ناس بتحلق، انما مش كلام طبي، ده كلام بعيد عن الطب. ممنوع مطلقا. وعشان كده بص الاقي واحده شعرها طويل وراحت للكوافير عشان ياخد شعرها يبيعه لحد تاني يروح قصصه لها ويروح عامله، لا كلام مش مظبوط غير موجود في الطب. الشعر لا غير لم يثبت علميا تماما ان اقص الشعر عشان يطول. الشعر ده كائن ليه دوره حياه، وقلنا بتمر في ثلاث مراحل، وتغذيته من الداخل. عمر ما كان الحلاقه من الخارج او القص من الخارج هو اللي بيغذي او يساعد على نمو الشعر. دكتور منير ويليام، احنا في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. عزيزي المشاهد، تابع معنا حلقات برنامج برعم الغد، ففي كل حلقه ان شاء الله هتجد كل سؤال بيخطر على بالك لسلامه اطفالك.